السادسة والنصف بتوقيت الجزائر البلاد اليوم في حلقة جديدة أهلا بكم مشاهدينا الكرام نناقش فيها موضوعين أساسيين الموضوع الأول أو الموضوع الأساسي الذي سنخصص له حوالي ساعة من الزمن يتعلق بالهزة الأرضية التي وقعت صباح هذا اليوم بولاية جيجل في تمام الساعة الثامنة وأربعة وعشرين دقيقة صباحا على بعد خمسة كيلومترات شرق العوانة في ولاية جيجل شعر بها سكان عديد الولايات المجاورة بجيجل طبعا بجاية سطيف ميلا وحتى سكيكدة وولايات أخرى قريبة من ولاية جيجل طبعا الرئيس عبد المجيد تبون تفاعل وبصورة سريعة مع هذا الحدث عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع تويتر قال في هذه الجمعة المباركة أحمد الله الرحمن بعباده على عدم وقوع ضحايا بين مواطنين عقب الزلزال الذي ضرب بلدية العوانة بجيجل وما جاورها من ولايات وقد طلبت من وزيري التضامن الداخلية التنقل إلى عين المكان الوقوف على الأوضاع واتخاذ الإجراءات اللازمة طبعا الوزير الرئيس تبون قد أعلن في هذه التغريدة عن إرسال وزيرين وزير الداخلية والجماعات المحلية وأيضا وزير التضامن طبعا سنحاول أن نطرح الأسئلة كيف هو الجو هناك كيف وصلت هذه الأطفال قوم التي أرسلها الرئيس عبد المجيد تبون للوقوف على ربما أثار هذه الهزة وكيف ربما هي الأجواء هناك وكيف ردود الأفعال هناك إن شاء الله يكون كل خير خصوصا انه تمت تسجيل هزات ارتداديه عقب الهزه الرئيسيه التي وقعت صباح هذا اليوم. طبعا هذا موضوعنا الذي سنناقشه بعد حوالي نصف ساعه او اكثر بقليل. موضوعنا اولا في بدايه هذه الحلقه حول قطاع مهم تحدث عنه رئيس الجمهوريه في اللقاء الصحفي الذي جمعه بعديد وسائل الاعلام الوطنيه قبل يومين، قطاع الفلاحه. تحدث الرئيس تبون حول النموذج الذي يريد أن يطبقه في حول الفلاحة الجزائرية تحدث عن النموذج الإسباني ماذا يعنيه الرئيس تبون بهذا النموذج الإسباني خصوصا أنه يتعلق بتخصص كل منطقة بمنتوج معين وبالتالي يحصل هناك تكامل ويحصل هناك تنظيم للسوق الفلاحية بحيث كل منطقة تعرف تخصصاتها وتعرف منتوجاتها ولا تقع تلك الوفرة الزائدة عن اللزوم وبالتالي يحصل فائض مثل ما حصل هنا في الجزائر حتى اضطر فلاحون الى رمي البطاطا محاصيل البطاطا في هكذا في المزابل من دون ان يتم الاستفاده منها تجاريا ولا صناعيا، طبعا سنحاول ان نفهم ماذا يريده الرئيس من هذا النموذج وايضا نتحدث حول ما يراه الفلاح الجزائري من نقائص ومن تحديات ومن ثغرات يحاول ان يغطيها في هذا القطاع طبعا في هذا الجزء الأول أسعد بأن أستقبل الحاج جعلالي وهو رئيس الغرفة الفلاحية لولاية عين دفلة سي جعلالي أهلا بك مرحبا بك شكرا على الاستضافة السعلي مرحبا إذا الرئيس عبد المجيد تبون تحدث حول قطاع الفلاحة وتحدث عن دور هذا القطاع وعن استراتيجية هذا القطاع لكنه قال أن المشكل الأساسي هو العقلية ينبغي ان تتغير العقليه، عقليه التسيير، عقليه الفلاح حتى نمضي نحو فلاحه اكثر نجاعة واكثر احترافيه ان صح التعبير. كيف تعلق علىها؟ شكرا اولا بسم الله والصلاه على رسول الله نشكرك على الدعوه الكريمه. شوف اولا انا بصفتي كفلاح يعني من خلال هذا المنبر تاعكم اولا نحيي رئيس الجمهوريه السيد رئيس الجمهورية على على الأهمية اللي في الندوة اللي دارها مع الإخوة الصحفيين اللي عطى القسط الأوفر إلى قطاع اللي هو كل الخبراء الاقتصاديين يقولوا باللي هو مستقبل الجزائر عندما يتكلم ويقول لابد من زراعة احترافية وزراعة معصرانة ويعطي المثال الإسباني <applause> هنا السيد رئيس الجمهورية واش كان كان يطلب شوف عاي راح دار للتشخيص نتاع الواقع الجزائري وشايف النموذج الاسباني اذا اليوم من المستحيلات نطوروا في القطاع ونروحوا به بعياد مليح ونخلوا القطاع الزراعي في منعزل عن القطاعات الاخرى الدول المتقدمه اليوم احنا نتكلم على الجزائر نتكلم على ماده البطاطا اللي اليوم راهي حديث الساعه راه انتاج رهيب السيد رئيس الجمهوريه يتكلم اين هي الصناعه التحويليه اللي هي القاعده الخلفيه للفلاحين احنا في الجزائر امام مفارقتين اساسيتين اما فائض رهيب واما نقص فادح <applause> انا غادي نقول لك انا راح نقول لك اني قلت لك باللي القطاع الفلاحي ما يقدرش يتطور وهو منعزل على روحه لانه عنده علاقه تربطه مباشره مع قطاعات اخرى القطاع الاول اللي لازم يكون متماشي مع القطاع الزراعي وهو القطاع التجاري القطاع الثاني اللي الجوم نعطي لك معلومه يا سيدي الفاضل وهذا ربما من كنا نشاهدوها قبل قليل المخرج عاود هنا اذا امكن ذلك انه محتجون يلقون البطاطا ويغلقون الطريق بالبطاطا <applause> يعني مشهد غني عن كل التعليقات راني رايح نقولها لك تبعني مم. مليح انا قلت لك باللي يا سيدي الفاضل من المستحيل اش العقليه نتاع الجزائر اللي تكلم عليها سيد رئيس الجمهوريه اليوم عندنا انتاج فائض وعندنا هذا الانتاج الفائض هل الصناعه التحويليه اللي تستخرج منها البطاطا راهي اليوم تمتص الفائض مثلا باش تدير صناعة تحويلية لأنه الصناعة التحويلية نتاعنا العقلية اللي تكلم عليها سيدة الرئيس أنه المصانع نتاعنا نداروا في البحبوحة المالية ويتكلوا لي على لا المادة الأولية كلها من الخارج بالعملة الصعبة نتيجة الريع البترولي هنا العقلية اللي راهي تبدل لا لابد من ذهاب الإخوة المصنعين إلى الإخوة الفلاحين عقود بينتهم واليوم الصناعة التحويلية تنضمن هنا والقطاع الفلاحي نتحملو مشكلة. حتى لي. انه ربما في حوار الرئيس تحدث انه هذه الصناعه التحويليه تكون بجوار الانتاج الفلاحي الزراعي يعني مثلا تحدث حول مناطق في ولايه باتنا المعروفه ب نجاوس يعني مشهوره بالمشمش وبالتفاح وكذا نعم. قال لك ينبغي ان تكون هناك اقطاب صناعيه تتولى هذا الفائض هذا هو الكلام اللي انا نقول لك فيه اليوم نعطي لك احصائيات المنتوج الجزائري في القطاع الفلاحي منتوج صناعي تجاوزنا المنتوج الاستهلاكي اليوم المنتوج الصناعي هذا المد اليوم السوق تاعك يبدا ساتوري الدول اللي قفزت علينا ويضرب بها المثل السيد رئيس الجمهوريه هي اسبانيا المنتوج هذاك يمشي للتحويل ويمشي للتصدير انا اليوم وجينا هنا لكن, نعني... لكن ترى ربما أستاذة هذا مهم جدا نعم. قبل ما نروح النموذج الاسباني نعم انه طابع الفلاحه والزراعه في الجزائر هو طابع يقتصر على الاستثمارات الصغيره واحد عنده شويه بطاطا منا واحد عنده شويه زروديه منا واحد عنده شويه ما لست ادري منا بعدين ما كانش يعني هذه الاستثمارات الكبرى اللي عندها تخطيطات كبرى وتبرم عقود ربما مع هذه المؤسسه كيف قصد التحويل او قصد سعلي،, سعلي لا اوافق الرقيه أنا عندي توضيح لهنا كاين، الزراعة في العالم عندها ثلث ثلث تروا كاتيجوري كيش باللغة، يعني ثلث سلسة... أنواع ثلاثة أنواع، مم. الفصل الأول هو الزراعة العائلية تبقى للزراعة العائلية للريفية، واليوم الحمد لله الرئيس راه دار زراعة، دار مم. كتاب الدولة للزراعة الجبلية والصحراوية هذه الزراعة اللي توكل هذوك الناس كاين الزراعة المتوسطة اللي نخدم بها السوق الوطنية أما اللي تتكلم عليها أنت فهما المجمعات الفلاحية الكبرى اللي تدخل في صلب الاقتصاد الوطني يعني تريغولي بها الوطن وفي نفس الوقت تدير بها التصدير وتضمن بها الماده الاوليه كاينين هذو التنظيم راني نقول لك ما بين القطاعات رانا نفتقدوه <applause> وهذا الد... وبالدليل الحجه اليوم عندما نروح للطماطم الصناعيه سيدي الفاضل نروح لا كومباني كي نبداو نقلعوا في الطماطم الصناعيه نشوف المساحه اللي كبرت كاع بصح عدد المصانع اللي عندهم اكثر من عشرين سنه اين هو التطور تاع الاستيعاب تاع المصانع اللي يستوعبوا الطماطم الصناعيه مع المساحه اللي كبرت ونروح لك عمليه خطيره راهي تصرى انه ثلث من منتوج نقيسوه تقلع انت بالفانطون من ميلا ولا من عين دفله ولا من تيزي وزو بالفانتون كي تضرب يومين ولا ثلاث ايام كي تجي راح تفرغ تسيب 150 قنطار 50 قنطار ضاعت لك كنا نخدموا من جونفي لسبتمبر من بعد الاخوه واش كانوا يقولك؟ نروح نجيب لك الطماطم من تاع العجينه من تركيا ولا من الطليان ولا اخي علاش ما توسعليش في المنظومه تاع التصنيع وهذيك اللي راني نقيشها تكفيني ونقدر نبيع منها <applause> اذا اليوم القاعدة الصناعية الصناعة التحويلية ما كبرتش مع لو مع الحجم اللي كبر به القطاع الفلاحي نروح لك للبطاطا علاش ما يعني هذه القاعدة هسمح في رأيك اسمح لي لأنه الدحبوحة إن... أخرت كل شيء إيه. الجميع أصبح يقول لك ما من... من... من كسرش راسي بزاف أنا نقول لك أنا مصنع وصناعة تحويلية شوف... وفيه مشكلة وفيه مخاطر شوف... وفيه سوق وفيه دراسات يعني... روح أنا نستورد لك المواد هذه جاهزة من الخارج نعم. وكفاهم شر التفكير ماشي غير القتال آه. التفكير صح الرأس. انا نقول لك هنا الاستثمارات آه. اللي اندارت في وقت مضى راحت ال... راحوا للاستثمارات المربحه اللي عندها الدعم وروح كل كلمن نقول عليه مسؤول الصناعه التحويليه راحوا لذكرينو راحوا اما للحبوب اما للحليب وين كاين الدعم نتاع الدوله ولكن خلونا العصائر اليوم اه يعقل انه الاخوه في 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 نقاوس والا في بعض المناطق تاع الوطن المشماش ينقاش والخوخ ينقاش ويخسر لنا في وقالوا والوركم من بعد يقولون نروح نجيبوكم لكم ليكستري يعني هذاك يعني المعقم الدبل كي يسموه المركز المركز بارك الله فيك يجيبوه لنا من الخارج اه يعقل عيب المش الخوخ نتاعنا والمشمش نتاعنا نتاع الاخوه في باتنا وتاع المناطق تاع من الوطن وين يديروا المشمش والخوخ يخمد جنا في الشجر ولكن كاين مستوردين يروح يجيب لي لوجي هذا المركز من الخارج ويعلبوه لهنا اي علاش ما يتلاقاوش في بعضهم بعض اثنين اين هما الجزائر اللي فيها لي زامبورطاتور كون بالالاف اين هما المصدرين حنا قلنا قبل, قبل المصدرين نبقاو نروحوا للقضية يعني القضيه وحده وحده قضيه انه قال لك ان السلطات سوف توفر ادوات التبريد مجانيا بالنسبه للفلاحين الى هسمح. اي مدى هذا الاجراء سينقذ ما يمكن انقاذه من هذا المنتوج هسمح. اللي كنا نشاهده يرمى في الطرقات احتجاجا نعم درك راك خرجتني من خرجنا من الصناعه التحويليه وتثمين الماده الى القضيه تاع الساعه وهي البطاطا م. شوف البطاطا حنايا قبل ما تنتهي السنه اللي فاتت عندما اخر اسبوع نتاع السنه الماضيه وخرج يعني اكتشفنا انه كاين انتاج رهيب في ماده البطاطا الاخوه بدأوا من بعض الولايات قال لي التسويق ما كانش الاسعار انهارت الى درجه رهيبه الاجراء الاول اللي قام به السيد وزير الفلاحه وهو عيط لبعض الولايات المنتجه على غرار عين دفله وتسوف في وزاره الفلاحه وتحاور معاهم دار لجنه مشات الواتسوف البويرة وبعض الولايات الاجراء الاولي راه اليوم كاين ميكانيزم بدا بالميكانيزم اللي راهو عنده هو السير بالك قال لنا اليوم المنتوج تاع البطاطا دخلوه في المخازن باش نخلوا المساحه للمنتوج اللي ما عندهمش دخلنا المنتوج واذا بنصبنا انتاج فائض قوي كانت كانت مرحله ثانيه من الاجراءات وهو بعث بعض الشركات الخاصه للبويره واتسوف يمتصوا و... و... يعني والمنتوج بقى برا اليوم نهار لهذه الاجراءات ما كفاوش، زاد راح للاجراء الثالث اللي هو في هذا الثلاث دار اجتماع مع المهنيين المختصين تاع البطاطا من جميع الو... من عده ولايات، وهو الطلب من الشركه هذه اللي برو يسموها شركه المتوسط عندها ديزونتربو تاع الدوله اللي كانوا بكري عند لوفلا وعند لونا <applause> مراكز التبريد قال هذو نديرهم وجههم للفلاحين مجانا والترونسبور تاع المنتوج هذا مجانا وحتى اليد العامله اللي تطلع ذيك البطاطا في الكوامن وتهبطها على عاتق الدوله، لماذا؟ هذه دارها هذه سيد وزير الفلاحه يقول باللي كاين بعض الفلاحين اللي عندهم 10 قطارات وخمس قطارات و20 قطار هذو ما عندهمش الامكانيات باش عندهم مخازن التبريد وما عندهمش القوه الماليه بايكرو يكرو، نضمن لهم التبريد مجاني <applause> هذا اجراء اولي، هذا اجراء نتاع عنده يومين ولا ثلاث ايام وراه سالي المفعول وكاين اليوم نقولها لبعض الاخوه الفلاحين اليوم الشركه نتاع جيفا برو اللي نحيي المدير نتاعها الرئيس نتاعها اللي راي يعني يتكلم معايا بصفه رسميه راهو خارج يخرج يشري من من البويرة ومن عين الدفله لامتصاص الكميه اللي يقدر يدخلها باش على الاقل نوسعوا الفلاحين. نعم. هادو بأ... اجراءات باش السوق. نمتصوا كميه من السوق باش نخلو الا اللي تكون باسكو شوف انا نقولها لك جيت من عين دفلة دركا وبكل آمان اخويا. 30 دينار للكيلو من احسن النوعيه هذه في الديتاي ورحت انا يدهمت المارشي نتاع ود العليك 30 دينار و27 دينار من احسن النوعيه هذه البطاطا اذا نروح نشوف الفلاح شحال راه يبيع فيها الفلاح عندما تبدا في الديتاي 30 دينار يعني راه يبيع فيها من 15 ل 20 دينار حتى ل 22 دينار إذا حنايا اليوم الهدف تاعنا مش حماية الأشخاص، أنا حماية الشعبة من الإنهيار، نعم. أنا ماذا بنا، الكلام اللي تكلم عليه السيد رئيس الجمهورية، ماذا بنا هذه القوة نتاع الفلاحين اللي راهي تخدم اليوم، نحميها باش نخليها للمستقبل تبقى تخدم ما تنهارش. نعم، وبناء على الواقع الحالي سي جعلالي. نعم. للفلاحة الجزائرية نعم. ولواقع القطاع. نعم. آه سهل جدا نبداو نمشيو. لتقليد التجربة الإسبانية في الفلاحة مثل ما قال رئيس الجمهورية. نعم لأنه الإمكانيات متوفرة الإرادة السياسية ما كانتش كاينة أنا أعطيك أمثلة أخويا. لكن أنا... من يحدد مثلا مثلا من يحدد أن هذا ال... هذه المنطقة أغرسونا هذا العام بطاطا أنتم أغرسونا في, لا في لا الحمضيات أنتم أستاذ. كذا. يا أستاذ صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. هذيك أنت نفهم لك. شوف هذا كيسموه ان ديركتوار دو ديريكتوار يعني مخطط توجيهي تاع وزاره وكل منطقه عندها الخص انا اليوم عندما نتكلم على دقلت نور راهي في بسكره عندما نتكلم على البطاطا راهي في راهي في 36 بلديه لو شيما دو ديريكتوار عندما نتكلم على الحبوب نتكلم على ميلا على قسنطينه على برج بوعري على سطيف على تيارت كاين ولايات عندهم الخصوصيات هذا هو هذا هو يعني الخصوصيه المخ... في الطبيعه موجوده لا لا قابله الانتاج كي نتكلموا اليوم على ميلا ولاية رائدة في إنتاج الحبوب القمح والقمح والقمح اللين ومع البقول الجافة وراهم دخلت حتى نتكلم على قسنطينة كذلك، السارسو كذلك، السطيف، أقس... يعني هذه الولايات عندهم خصوصية، كل وحدة عندها الخصوصية في الإنتاج، نروحوا لعين الدفلة ولا نروحوا للبويرة، ولا نروحوا لسكيكدة، ولا نروحوا للمعسكر عندهم خصوصية على الخضروات. الروح لبعض الولايات اخرى عندها الخصوصيه تاع انتاج الحليب هذا هو المخطط التوجيهي اللي تكلم عليه السيد رئيس الجمهوريه وحتى اليوم كي يبدا بعض الدول المتقدمه الدعم تاعها تعطيه وين تكون الخصوصيه مستحيل اليوم واحد يدير تربيه الابقار مثلا في منطقه اللي ماشي خاصه بتربيه الابقار وانت تعطي الدعم تاع الحليب هذا هو الكلام اللي يتكلم عليه النموذج الاسباني ولكن اليوم عندما نتكلم لك أنا على يعني الانتاج نتاعنا سيدي انا عندي في 2015 تكلمت وربحت مشاكل ما ناش جينا نشتكو اليوم هنا اه يعقل اني مقبل كي نبداو نقل عذرك في تشينا البليدة وتيبازا وعين دفلة وشلف والمحمدية في معسكر وإخواننا في عنابة وتيزي وزو وسكيك دان كي نبداو نقلعو في تشينا كانوا خاوتنا يقابلونا بالبابور مصبانيا <applause> ويكسرونا في الاقتصاد لأن العمليه قلتها في 2015 ونخافوا الا من ربي كانوا يديروا في عمليه تحويل الاموال الى الخارج ما بيهمش الشعب الجزائري وكله تشينا لانه نكون بلان دو وانا نقولها هنا من باب الامانه لانه قلتها مقبل اللي وقف العمليه هذه هو السي تبون ذاك الوقت كي كان وزير التجاره وقف استيراد المنتوجات اللي تكون اون بلان أمبريد كومباني وقفنا تشينا اللي كانوا يجيبوا لنا فيها من اسبانيا بالبابورات وحنا نقلعوا فيها والان ربما تحدثنا عن التبريد والتجميد وما الى ذلك آه. والتصدير ها اسمح لي انا جايك ليه انا جايك ليه اليوم حنا عندنا انتاج فائض الانتاج نتاع الفائض لازم نحدد الاولويات والما هي المواد اللي راني غاني فيها اليوم ما يخفاش عليك باللي البطاطا رانا ماشي راهي عندنا بطاطا راهي عندنا فوق الحساب نتاعنا وهذا نتيجه انه اثرت علينا باش نكون واقعيين ونحكوا للشعب الجزائري الحقيقه. الحرب اللي راهي موجوده، الاضطرابات اللي موجوده على الساحل البطاطا تاعنا ماهيش تخرج. رانا ناكلوها الا احنا والانتاج قوي، اليوم لابد من استعمال عده ادوات. انا الدول اللي راني نستورد من عندها عده مواد، لماذا ما نفرش عليها في اطار منا يعني مقايضه؟ تجاريه انا عندي منتوجات قويه تدي عليا وانا راني نجيب نجيب عليه الحليب لماذا ما بالبطاطا صح الثوم اخواننا في ميلا وعده ولايات وين عندهم كدس وما صبناش لمن نبيعوه. في قضيه انه يقول لك انه المنتوجات الجزائريه خصوصا في الاسواق تاع الدول المتقدمه مثلا السوق الاوروبيه، آه. السوق الامريكيه، الخليج. مم. بعض الاحيان تجيك دراسات تقول لك انه ما على باليش الاكسده وبعض التركيبات الكيماويه اللي آه. ما تناسبش شو. هذه الاسواق. معايير هذه الاسواق تقول لك لا لا لازم تبدلوا. نجاوبك هذا، هذا الناس اللي راهم يحترفوا التشويه وكانوا عايشين مع لامبورطاسيون. ويجيبوا غير يجيبوا للجزائر اي ماده اي حاجه صبوها في الخارج يجيبوها ويسوقوها يقولوا مليحه واي منتوج تاعنا ما يعيروا فيه لانه ما مش قادرين يصدروا وكانوا يخرجوا في الاموال العموميه اليوم نعطيك المخابر راهي موجوده سيدي الفاضل انه المنتوجات الجزائريه مش المخابر مخابر المخابر تاعهم لا تاعهم ما قالتش اخي درك نقولك لك عليها مليح شوف انا نعطي لك عمليه مع الاسبان وهذا الدول اللي يدافعوا على المنتوج نتاعهم عكسنا احنا في الماضي شوف حنايا حنايا في البطاطا نروحوا للبطاطا ولا للخضروات نديروا سي تريتمون ست لا سمح لي نروح الفاصل هذه هذه نقطة مهمة جدا جدا مهمة نقول لك عليها هذه نوضحوها مليح أنا يعجبني الضيف لما يكون يدافع عن المنتوج الوطني درك نقول لك عليها مليح والله نختموا مع الأستاذ معليش شوف معليش. نعطي أكمل. لك نعطي لك دليل حي <applause> ان عندما نروحوا لفرنسا <applause> ونروحوا لاسبانيا ونروحوا لالمانيا وهولندا يديروا 14 تريتمون للبطاطا نتاعهم حنا نديروا خمسه سته حتى لسبعه في اقصى تقدير واللي مول اللي ينداروا بلي برودوي فيتو يعني بالمواد الكيماويه ها سمعت جعلالي من خلال ربما انت تعرف واقع الفلاحه في الجزائر هل فعلا شعار ان الفلاحه تصبح موردا بديلا خارج قطاع المحروقات هو شعار حقيقي عقلاني يمكن تطبيقه أم أنه مجرد حلم ومجرد شعار بعيد المنال شوف شوف ما مو مجرد حلم هذه حقيقة والتاريخ يهدر عليها إيه الا احنا نتيجة البحبوحة اللي مرينا بها، الاموال اللي كانت قاوية، فلسنا بلادنا وفلسنا انفسنا، ونعطي لك امثلة حيا حي سيدي الفاضل. اليوم عندنا منتوجات اللي قادرين إلى ما سوقناهاش للخارج وما درنا الصناعة التحويلية قوية، الله يرحمنا، عندنا البطاطا، عندنا الخضروات، عندنا القطب في الجنوب، عندنا اليوم الحوامض سيدي الفاضل، والله ما نصيبولهاش الصناعة التحويلية، والله العظيم وما نصيبولهاش التصدير، ومن أحسن النوعية لأنه الفلاحين تاوعنا جابوا النموذج الإسباني تاع التكثيف الزراعي مكثفة رانا عوض 360 شجرة تعشينا في القطار رانا نديرو 860 في القطار إذا سيدي الفاضل أنا واش حبيت نقول لك اليهار اللي تكون إرادة سياسية أنا اليوم السفراء أنت وعنا أناشدهم في الله كيما راهم يديروا انا غيرتني السفيره نتاع هولندا تبعث المندوب نتاعها تاع الاقتصاد ويجي لعند دفله ويطلع المسكرة ويمشي للتفاح نتاع 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 خنشله ويمشي لعده ولايات ويعرض المنتوج تاع بلاده اما موقع سفرائنا وليزاتاشي ايكونوميك نتوعنا اللي عندنا منتوجات اللي لازم يخرجوا ويروجوا للمنتوج نتاعنا. السفارات مش فقط للاحتفالات هي ايضا للترويج نعم. ولتسويق المنتوجات الوطنيه. السفاره ماهيش مديوره غير الخمسه جويليه او نوفمبر. 5 و وأول نوفمبر نحتفلوا به، ولكن نهار نفتح نحتفلوا به بقوة، الروح والروج للمنتوج تاع الجزائر. أشكرك جزيل الشكر الحاج علال رئيس الغرفة الفلاحية لولاية عين دفلة على هذه الإفادات وإن شاء الله نشوفوا قطاع فلاحي في الجزائر منظم. أكيد. حيث قطاع فلاحي آكيد. في الجزائر منافس وإن من شاء الله, الله. مشي فقط ندخل التجربة الإسبانية إن شاء, شاء, إن شاء. الله تكون فيه تجربة جزائرية. شكرا جزيلا الشكر سيدي، مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير. نواصل النقاش حول موضوع الهزة الأرضية لولاية جيجل والإجراءات التي تمت. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، البلاد اليوم مستمرة معكم على الهواء مباشرة من قناة البلاد، طبعا الآن موعد مناقشة الموضوع الأساسي في هذه الحلقة عقب الهزة الأرضية التي شهدتها ولاية جيجل صباح هذا اليوم حوالي الساعة الثامنة وأربعة وعشرين دقيقة صباحا في المنطقة الواقعة خمسة كيلومتر شمال العوانة في ولاية جيجل طبعا هذه الهزة شعر بها سكان كثير من عدد من الولايات طبعا في جيجل وأيضا في بجاية وأيضا في الصيف ميلا وسكيكدة وولايات أخرى مجاورة لولاية جيجل الرئيس عبد المجيد تبون وفي تغريدة على موقع تويتر في حسابه الرسمي عبر عن ارتياحه لعدم وقوع ضحايا في هذه الهزه الارضيه التي ضربت المنطقه صباح اليوم وقال في هذه الجمعه المباركه احمد الله الرحمن بعباده على عدم وقوع ضحايا بين مواطنين عقب الزلزال وتابع لقد طلبت من وزيري التضامن والداخليه التنقل الى عين المكان للوقوف على الاوضاع واتخاذ الاجراءات اللازمه طبعا في هذه الفتره سنحاول ان نشاهد سنحاول ان نستكشف الاجواء هناك في ولايه جيجل طبعا حتى الان المؤكد والحمد لله انه لا توجد ضحايا بشريه وبالتالي نرى ربما ما هي اهم الاضرار الماديه التي يمكن ان يتسبب فيها مثل هذه الهزه الارضيه. طبعا ضيوفي الكرام في هذه الفتره كل من الدكتور عبد الحميد بداود وهو رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين اهلا بك دكتور بك مرحبا اهلا وايضا السيد عبد الرحمن دبلاجي وهو متعامل في قطاع البناء والسكن اهلا بك سيد اهلا بك بارك الله على اهلا اذا أهلا. استاذ أهلا. الدكتور عبد الحميد بداود انت ربما خبير في مثل هذه الامور وفي مثل هذه الاحداث الحوادث 4.9 على سلم ريشتر، آه الحمد لله حتى الآن لم يتم آه الحديث حول أي ضحية بشرية. 4.9 ما الذي يمكن أن تسببه لـ آه للبناء عموماً؟ يعني 4.9 على بعد 5 كيلومتر. حقيقة هي في هذا الشيء هذايا ما نقدوش نقولوا باللي قاستي سماء السكن، لأن هي ضعيفة من 5.8.9 نقدر نقول يسمى لكن السكن بمعاييرنا احنا شفنا لا بعض السكنات في الجزائر يعني شويه ريح تتسبب لها في مخاطر. حق ولكن ولكن عندنا في جيجل في النواحي عندنا يسمى ارضيه سكنات ارضيه ماشي سكنات عموديه على هذيك لان ما يقدرش يكون فيها خسائر خسائر ماديه هي تكون خسائر رقيقه ماشي كبيره ولكن ما تكونش خسائر كبرى من كما مثلا كما مثال تاع بومرداس بومرداس كانت يسمى حاجه قويه وكان فيها عمارات وفيها كذا على هذيك اللي ولكن هنا في الجيجه واش نقولوا وهي ثاني وين رايحه وين رايحه الحاله هي المدرسه لازم تلعب دور كبير لان ما عندناش ثقافه تاع الزلزال. احنا في منطقه زلزاليه ما عندناش ثقافه زلزاليه هذا هو التعبير. هذا هو التعبير لان كون كون جات المدرسه والبلديه يلعبوا الدور نتاعهم في هذا في هذا الشان هذا ما يعني الانسان ما, ما يتحرواش حنا دوكا غير يهب الريح شويه بك كلنا تصيبنا كامل قافزين لان ما عندناش ما عندناش ثقافه لو كان عندنا ثقافه والمدرسه تلعب الدور نتاعها تلعب الدور نتاعها والبلديه دير ابواب مفتوحه باش تحسس يسمى السكان نتاعها تقول باللي تجيب يسمى خبراء ويفهموا الخبراء يسمى السكان وكلش ما 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 فيه الاخر خساره وما فيه يسمى زغد من هذا الشيء هذا طبعا ربما هذه الصور التي نشاهدها الان في الشاشه لوزير الداخليه ربما وهو يصل الى ولايه جيجل طبعا في هذه الصور طبعا الرئيس عبد المجيد تبون كان قد اوفد وزيرين وزير الداخليه وايضا وزير التضامن قصد الوقوف حول ما تسبب وما نتج عن هذا الزلزال طبعا وزير ووزيرة الآن في هذه الأثناء في ولاية جيجل القصد الوقوف على ما نتج عن هذا الحادث اليوم طبعا هناك تطمينات ربما من أعلى مستوى حتى أننا في الجزائر منذ مدة لم نشهد تفاعلا بمثل هذه السرعة وبمثل هذه الصورة حتى الرئيس يكتب تغريدة بعد هزة أرضية طبعا يقول الجزائر وإن شاء الله تستمر هذه الحركية ولا تكون فقط في البدايات فقط حتى يحس المواطن فعلا بأنه هناك سلطات من أعلى مستوى وحتى على المستوى المحلي مهتمة لأمره سيد دبلجي عبد الرحمن سؤال أنتم في قطاع الإنجاز والسكن إلى أي مدى السكنات التي تبنى في الجزائر تحمينا من الظواهر الطبيعيه واهمها الزلازل، نحن منطقه الزلزال ربما هو من بين المخاطر الكبرى التي تهدد الجزائريين، ما دام نحن في منطقه معروفه بنشاطها الزلزال، ربي يستر ان شاء الله ويحمينا، لكن يبقى خطر، إلى أي مدى ما يبنى يحترم المعايير؟ شوف المعايير والقوانين كاين، الدراسات موجودين، الخطر اش الريسك هذا ولا هذا التخوف هذا انا نحصر في نقطتين على مستوى في الجزائر هو النقطه الاولى هو المتابعه والتكوين التكوين حنا الان اليد العامله الجزائريه اولا ماهيش مكونه بطريقه اللي يخليها تكون عندها هذيك الضمير انه كي يكون في العمل نتاعو يؤدي الواجب تكون الان انت ما تنجمش كل 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 عام تروح عندك شركه فيها مش عارف شحال من عامل ما تنجمش انت كل واحد يدلو له شاب عند راسه الا ما كانش عنده ضمير باش المواد الاوليه كاينه لي كل شيء كاين ولكن للاسف خاطر يكون نقص الضمير وهذا انا نرجعوا للتكوين لانه في الجزائر نقول نجم نقولوا باللي من السبعينات ما كناش ما شفناش باللي تكوين يعني متخصص يعني في الـ في الـ في السكن وفي البنايات وثانيا المتابعه هو هناك نقص في المتابعه هناك نقص في المتابعة على مستوى الورشات <applause> آه، والنقطة الثالثة كاين فني كاين دي كاين دي برودوي كاين مواد أولية اللي ماهيش يعني ماهيش جاهزة ماشي جاهزة ماهيش ما عندهاش لا كونفيرميتي ولا <applause> ماهيش مش مطابقة <applause> للمعايير وتسيبها من الدولة في السوق آه بكري بالك سمعنا بديك الشائعات تاع الحديد اللي فيه الإشعاعات يشن باللي كاين سلعه اللي راه تدخل الان والسيتي سي تي سي عطاو له يتبع كان يتبع الاول غير لا والان راه يتبع مام لي يعني الاشغال الثانويه ولكن انه هو كهيئه تابع لي ولكن لي برودوي ولا المواد اللي تدخل في البناء هذو ما همش عندهمش اه ما همش متقن المعايير ما همش متقن ربما من حيث الملاحظه ربما انا ما نفهمش كثير في هذا القطاع لكن الملاحظة انه بعد زلزال 2003 زلزال بومرداس تغيرت الامور، تغيرت طريقه الانشاء في الجزائر، اصبحنا تقريبا جميع الورشات الكبرى لازم تحترم معيار انها تكون مضاده للزلازل، سد بوداوي. اسمح لي هي واش الاخ حقيقه هو بعد ما يكون التتبع كان ان كونترا دو سويفي اي كونترول دي طرافو اي كونترول دي لو كونترول دي تطبيق وتتبيع الاشغال. الكونترول دي طرافو انا بعد ما بعد ما نشوف كان لو كاي تشونتي كي تكون حاجه ولا يسمى دوكا داروا لجنه لجنه تقنيه هي اللجنه التقنيه احنا واش قلنا قلنا لو كان تكون لجنه دي لماذا لا ما ندويش متزاوجه اسماء عموميه وخاصه اسماء يكون تكون ميزانيه وتكون الثقه ترد الثقه للشعب هي ولكن الاخر سي تي سي واش يشوف؟ يشوف غير غير الاسمنت المسلح والنوعيه يا هل ترى قادر على السي تي سي وسي النوايا ونزيدو نديرو لابوراتوار لاناسي لابوراتوار واش يدير يدير الخبره نتاع الهيكلات والاخر والكنيريب واش يواسي واسي تاع مواد البناء مواد البناء مقبل لا 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 ما قبل كيما واش كان يقول الاخ وعلاه ما قبل أو ما اوموروكاوش هاد المواد هذوما كي اوموروكيهم واحد يكون خطا خطا ولا في في الانجاز نتاعو نعرفوا باللي ها وراه والسي جي اس نتاع هذا لو كان لو كان داروا الاخر يديروا متزوجه يدور لان كلهم اللي كانوا في السي تي سي خرجوا دوك عندهم مكتب دراسات وعلاش ماشي جزائريين؟ انا احنا واش نقولوا؟ نقولوا الدوله الجزائريه عندها العداله بعد ما واحد كان يغلط ولا يعقب الغداله سبحان الله خاص ولا وهو ثاني كي تكون الاخر الانجاز هو عنده لا كارونتي دي سينال هو تكون لونتربريز والمكتب الدراسات الاخر عنده 10 سنوات مضروب بالكود سيفيل 500 و 554 555 556 نشوفوا نعم. نعم. ربما ننتقلوا الى ولايه جيجل في هذه الصور التي نشاهدها ومواطنون ردود افعال المواطنين عقب هذه الهزه الارضيه التي بلغت شدتها 4.9 على سلم ريشتر ما هي تعليقاتهم كيف احس بهذه الهزه نشاهد في هذه الصور 825 د الصباح 825 نجبر السرير جا وراح لحيوت شنو هذا مركاتين انت هذه اللي يشتري يشتر اللي يشتر جاي رايح اه بسم الله الرحمن الرحيم عاودنا نشاهدوا دقيقه حسينا بواحد زلزال هكذا ضرب في ولايه جيجل أه بون عداو علينا زلزلات مي هذه شويه قويه حسينا بها قباله أه... حتى خرجوا الناس من برا وهذيك انا واحد الناس خرجت والحمد لله الدنيا راه فيها <applause> تراب ان بروي دا بارك دا ان بروي سور ديسون ومن بعد باش دينا جراحه لو سي خبر الدنيا سيت فريمون ترابلمونتار في حسن ترابلمونتار اه حشينا بها وفاهم مليح بلا مكان راقد تجبرنا تروبلمون يعني عمري ما ما سرحت له كيما الخطره هذه طبعا هذه المواطنين وردود افعالهم هذا هذا واش نقولوا نقولوا باللي ما مخصوص يسمى الثقافه تاع الزنزال لان نشوفوا في اليابان زنزال 6.9 سي بو لاباس بيه هي ما الاخر لان محضر, 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 لهذا الشيء احنا ماناش محضرين وواحد واحد ما هو بهذا الشعب كي تكون زنزال ولا تكون حاجه كلهم يجوا يجروا يقولوا واش كاين واش كاين لماذا لماذا من قبل اون امون ما نديروش دي بورت اوفيرت ونحسوا الناس باش على الاقل الانسان يكون محضر لهذا الشيء الانسان ماهوش محضر <applause> دبلاجي وش واش رايك في اراء المواطنين وانطباعات المواطنين تبين انه مثل ما قال الاستاذ بوداود انه متفاجئ من ظاهره طبيعيه نحن معرضين لها 4.9 ماهيش يعني بالهزه الكبيره كبيرة كما قال الاستاذ هي انعدام الثقه الثقافه آه تاع الزلزال والنقطه الثانيه فاني نهضروا صح يعني انعدام الثقه في البنايات نتاعنا غير الزنزو يخرج برا ما يروحش حاجه واحده اخرى ما عندوش كيما في اليابان كان كان ديك الثقه وكان ديك الامان في البنايات يصير زنزله تيبو قاعد شاد في طابله حتى لو طون اللي يخرج ولكن حنا عندنا توجو هذيك عدم الثقه سوتو الزلزال الاخير تاع بومرداس هذا اللي صرا في بومرداس وشنا بنايات آه كما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل الناس اللي كانت تخدم وين ما ماشي ماهيش كانت مشكل تاع قوانين ولا معايير كانت مشكله تاع ضمير يعني كاين بنايات تنجزت ب كاين دي بوطو اللي ما فيهمش حديد لداخل كاين كاين الناس اللي باغيكم بغا يدير كوميرس لتحت في الريتوسي يقلع بوطو يقلعوا ويدير ويدير الكوميرس تاعو وما يحو... ما عندوش ما يحوش يفهم واش يصرى من بعد العماره تاع الرغايه باش دار بولونجي نحل نحل لي نحل... لي بوطو والسلام كي جات هذاك تقول الزنزان طاحت العماره كلها لان ما عندهاش ركاز انت... انا واش نقول نقول لماذا لا وعلاه المهندس ما نخلوش يخدم كما ينبغي بعد ما انا شوف هذوك كان نطرح سؤال الى الجورناليست والجورناليست أن انا نولي جورناليست وانت تولي مهندس نتبادلوا معليش لماذا يا هل ترى شفنا احنا كاش كاش نهار يسمى شاف مهندس قدم مشروع للرئيس الجمهوريه او الوزير او الوالي لا الاداري هو المهندس دايرينو من اللور مخبينو نقول هو يدعى كأنه هو كذا وزدت النقطة الثانية بعد ما المهندس يكمل يدير المشروع نتاعو وبعد شكون يولي يخاطب دو لوفراج يولي يخاطب في المؤسسة علاش باش يقول أنا أنجزت 500 وحدة سكن وكيف أنجزت هذه ال 500 وحدة سكنية ها هو السؤال مطروح لهنايا هنا هي. لهذا أنا واش نقول نقول منا الفوق نحبوا نجدوا كاين عندنا رئيس الجمهوريه جديد واش الاخرى اللي تكون الاستراتيجيه خلوا المهندس يخدم الا إيه غلط عندك كاين العداله خليه يخدم بعد الشيف التراب يسمى في, في الاخر في لو بي في شوا تينا يديروا رئيس البلديه يديروا الوالي لماذا؟ على ومن بعد ونزيد كاين نقطه حساسه كاين يسمى أرضي ارض تاع 5000 5000 وحده سكنيه ديروا اونيتي دو سول وحده برك ويمدوها هاك هاك هاك, هاك الارض وحده إيه, ايه, ايه ونعرفوا باللي الارض اللي اتروجين هنا مليحه وهنا مش مليحه لا هي ها ها هايلك 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 هي وحده برك هي كل هذا علاش مشين مشي الدوله الدوله لا لا تمد الدراهم كان مئات من الملاير الدوله حطتهم ولكن المتر فراش هو اللي سقط كل شيء. اذا توافق على هذا انه في الجزائر هناك واقع انه, أنا... أنه البيروقراطي اولى من الخبير. لا, لا حقيقه هو يقول انا عندي مشروع كنا نزور فيه في 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 غريزان عياده مع تعدد الخدمات وين لابوراتوار ليتيد دو سول المنطقه هذه عنده اتيد سول دايرها في في المنطقة مجاوره وما جاش دار سول. من بعد هو درنا لو بونسو لا 2 متر 50 على 2 مترات و50 حنا كي جينا نحفروا نسيبوا البونسو على 6 مترات ومن كان التيرا اون بونت الجهه اللي ولا 9 مترات يعني اولا هاو سي دي ترافو سيبليمونتير اور مارشي وين كلفت هذا هاد ليتود هذه كلفتنا المشروع جدار يبه يحمي لا ستركتور ب 11 مليار ديفوال دي يعني على المشاريع حنا تاعنا ما تكملش اكثر من المشروع حنا المشروع بدا ب 18 مليار للان راه متوقف وحنا اون ريزيلي معاهم راه راه لو دوبل تاع لو كو تاعو كان ب 18 ب 36 مليار وما يكملش علاه لانه الدراسه تاع تاع الارضيه ما كانش ما كانش ما كانش هي لازم المهندس والمهندس واش لازم له لازم له تجيب الاخر اولا ليكيب يدروا جيولوجيك يشوف لا فيها المياه هذيك هذيك المنطقه هذيك وبعد ذلك يشوف جيولوج ومن بعد باش يدير ليتود دو سول ليتود دو سول من بعد المهندس يدير ليسكيس ربما قضيه العقار خصوصا في المدن الكبرى وفي بعض الولايات اللي فيها نقص في هذا الوعاء العقاري خلي الامور تمشي بسرعه غير مطلوبه وغير يعني مفيده في قضيه الامن سوف نعود لهذه النقطه لا لا لا, لا تسمح لي نقول لك نقول لك برك هنا واش عندنا؟ ان في الدماغ تاعنا عندنا ازمه سكنيه حوس على السكنه برك حوس على السكنه برك ازمه سك من جميع رئيس البلديه او الوالي او الشيف الدايره او الوزير سكنه 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 ولكن المرافق ما كانش كي يعطوك المفتاح تفرح اسبوع من بعد ما عندكش النقل ما عندكش مدرسه ما عندكش سوق ما عندك حتى حاجه الروح تقول احسن الكوخ كنا نحينا الاكواخ دوكا درنا اكواخ اكثر من, من الاكواخ اللي كانوا عندنا <applause> هذا هو ربما نروحوا الفاصل قصير ثم بعد ذلك يناقش خصوصا انه ربما سيد بلاجي عبد الرحمن رهوي قالنا انه عنده تقنيه جابوها من كوريا الجنوبيه مضاده للزلازل وكيف يمكن ربما بين قضيه سرعه الاشغال وسرعه الانجاز وايضا احترام معايير المضاده للزلازل معايير السلامه ومعايير الاخرى خصوصا انه ربما اليوم شاهدنا في الصين عقب هذا الفيروس الكورونا راح يبنيوا مستشفى في اقصى درجه في خمسه الى عشره ايام يكون جاهز تماما ويكون شغال وشاهدنا الجرافات وشاهدنا العمل كيف يتم بصوره سريعه كما نشاهد ربما بعد فصل قصير مشاهدين الكرام ماذا قال وزير الداخليه الذي وصل رفقه وزيره التضامن اليوم الى ولايه جيجل بعدما اوفدهما الرئيس عبد المجيد تبون الى هذه الولايه قصد الوقوف على الاضرار وعلى احوال المواطنين هناك عقب الهزه الارضيه صباح هذا اليوم مشاهدينا فاصل قصير ثم نواصل. عدنا مجددا مشاهدينا الكرام البلاد اليوم مستمره طبعا حديثنا في هذه الفتره حول الهزه الارضيه التي وقعت في ولايه جيجل صباح هذا اليوم 4.9 الرئيس عبد المجيد تبون أوفد وزيري الداخلية والتضامن إلى الولاية قصد الوقوف حول أضرار هذا هذه الهزة طبعا الحماية المدنية طمأنت الجزائريين منذ الصباح أنه لا توجد أي خسائر بشرية والحمد لله طبعا شاهدنا قبل الفاصل تصريحات للمواطنين وكيف هز شعروا بهذه الهزه وكيف بعضهم استغرب الامر بعضهم خاف وتعددت الروايات الان مشاهدينا الكرام نستمع الى تصريح لوزير الداخليه الذي زار الولايه صباح هذا اليوم جاهز ام ليس بعد تبقى تزامنت بعض الحوادث اللي جت بعد الهزه الارضيه دونك حوادث عاديه بعد الهلع والفزع دونك ولكن الوضعيه جد عاديه مسجلنا حتى يعني خسائر لماديه ولا بشريه ولا ماديه ولا ماديه اليوم سجلنا هزه ارضيه على على مستوى منطقه العوانه ولايه جيجل على الساعه 8 و24 دقيقه بشده 4. تسعة درجة على سلم ريشتر منذ تسجيل هذه الهزة والسيد رئيس الجمهورية يتابع الوضع ساعة بساعة ساعة بساعة وأمرني لكي أتنقل إلى عين المكان لمتابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تطلب الأمر لذلك. الحمد لله، الحمد لله لم نسجل أي خسارة بشرية، حتى الجروح ما كانش، حتى الجرحى ما كانش، ولم نسجل أي خسارة كذلك مادية، وهذا الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا أربعة تسعة كان فيه خلع وهذا شيء طبيعي خلع يكون سوى هنا او في اي مكان من العالم نظن نظن الجزائر تعلمون انها منطقه تاع فلازم حتى المواطن المواطن لازم لازم يتلقى مع هذا مع هذا الامر وما نعرفوش عندنا على كل حال عندنا الاخصائيين اللي راهم يتابعوا ولكن نتمنى ونتمنى انه اي زلزال يقيس الجزائر نتمناه ان شاء الله ما يجيب اي خساره كذلك الذي سجلناه في 2000 2003 متواجد في الميدان من خلال الطابع يعني المخطط الاستعجالي لمواجهه هذا النوع من الظواهر وهذا النوع من كذا وعلى هذا الاساس احنا رانا متواجدين كطاقم حكومي وكذلك ك يعني مصالح من اجل مواساه الشعب ومن اجل ان نكون متواجدين لتلبيه كل ما هو طبعا من مطالبهم وهذا طبعا كما قلت انه في اطار التضامن الحكومي المستمد اصلا من تسميتنا كوزاره التضامن الوطني طبعا كانت هذه وزيرة التضامن تتحدث وقبلها كان وزير الداخلية والجماعات المحلية تحدث حول نتيجه ما شاهده خلال زيارته بعد ان اوفده رفقه وزيره التضامن اوفدهما الرئيس عبد المجيد تبون قال انه لا توجد اي خسائر بشريه والحمد لله وحتى جروح لا توجد لم تسجل خسائر ماديه ملحوظه طبعا هو تحدث عن الهلع وعن الخوف الذي اعترى المواطنين عقب شعورهم بهذه الهزه، تحدث انه هو متواجد هناك رفقه وزيره التضامن حتى يتابع الاوضاع ساعه بساعه وانه يتخذ الاجراءات اللازمه اذا ما تطلب الامر ذلك، تحدث ايضا حول قضيه الثقافه، قال لازم ثقافه في التعامل مع مثل هذه الحوادث التي تبقى منتظره في الجزائر ما دام نحن في منطقة زلزالية ومعروف أنها تحصل فيها هزات محسوسة وهزات أخرى غير محسوسة طبعا أعيد الترحيب بضيوف الكرام الدكتور عبد الحميد بوداود وهو رئيس المجمع الوطني الخبراء المهندسين أهلا بك دكتور مرة <applause> أخرى وأيضا بسيد عبد الرحمن دبلاجي وهو متعامل في قطاع البناء والسكن طبعا الحديث حول أنه ما فيش خسائر مادية ولا بشرية الحمد لله لكن لازم الثقافه وفي التعامل استاذ بلاجي كيف يمكن ان ننشر هذه الثقافه وان ننشر هذه الثقافه لانه نحن في منطقه زلزاليه والهزات موجوده ومنتظره وينبغي ان نتعامل معها كما قال الاستاذ بنزرع هذه الثقافه اولا على المستويات المحليه على المستوى البلديه والمدارس لازم ن... نغرسوا الثقافه تاع الزلازل في, في... في وفي... ومن بعد هما بالاجيال من بعد تولي عندهم ثقافه يعني كي تكون آآ آآ كي ترى زلزال ولا يعرف كيفاش يتعامل مع هذا الزلزال كان اللي بالك ما يعرف دروك في الزلزال في 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 عماره زلزال يجي يدخل في لاسونسور ويهود يسقطم سي بور سا لازم لأ تكون ثقافه تكون هذه على مستوى التلفزيون الاذاعات على التلفزيونات الخاصة والوطنية تكون على مستوى كما قلنا المدارس وثانيا لازم نعود ونرجع هذه الثقة بين الساكن الساكن والانجاز نتاعو لازم يبدا يدير ثقه في الانجاز هذه لازم نرجعوا هذه الثقه بس كي ترجع له الثقه ما يتحركش من بلاصه يعرف اللي المسكن نتاعو آه كيقول تهز أحسن, طيب. احسن ما يورام الا في حاله اذا اشتد الزلزال ينجم يخرج برا ويعرف كيفاش يخرج كيفاش يتعامل مع هذا الزلزال هذا <applause> هل سأل جميع الانشاء نعم اسمح بعد ما واش قال يسمى الانسان باش يولي يثيق كيفاش تحبي يثيق بعد ما يكون واش صار في عين الملحه في عين الصفره في عين البنيان واش صار هذا لان من المحال يقدر لازم احنا لازم المؤسسات عندنا باش نقولوا عندنا ألف مؤسسه الجزائر وعندنا 1400 فورماسيون بروفيسيونيل ها وراهم اليد العامله لازم تكون كاينه ولكن ما نعرفوهاش ها و... لكن يقول لك البعض ربما اكيد انه حصلت ممارسات في السابق لكن الان فيه عقب هذا الزلزال رغم انه ما فيش خسائر بشريه والحمد لله ولا خسائر ماديه ميه. يعني معتبره وملحوظه تم إفاد وزيرين يعني الامور ماهيش سيبه مثل ما مضى يعني تحصل شيء هنا تصيب فريق حكومي عندك عند راسك وراه يحاسب فيك وممكن يتخذ اجراءات حق مم. حق حق ولكن 4.9 هي تسمح لي ما هو ما هوش زنزال هذا هذا يسمى تقول واحد دغدغ دغدغ انسان هذه دغدغة هذه يعني أنا... حاب يقول انه شوفه... 4.9 مثل ما وصلتنا دغدغة فقط وجوز زوج وزراء يعني لا قدر الله من ما يحصلش حصل ربما شيء اكثر اكيد راح تكون اجراءات اكثر حزم اكثر اكثر حزم لا الحكومه هي تتبع في كل في حكمة الجديده هذه تتبع في كل في كل نقطه تتبعها وهي من من حقها لان الشعب يسمى صوت عليها ويقول يسمى شد شد, شد في ربي وشد شد في الحكومه له. الحكومه لازم لازم تتبع الشعب ولازم لازم تحميه هي مديونه باش تحمي الشعب والشعب خرج باش التغيير باش ما تبقاش الحاله سايبه سايبه حقيقه ولكن نشوفوا باللي مازال شوي هذا غير هذا غير كما بدينا نشوفوا من المستقبل ان شاء الله تكون فيها يسمى تكون فيها امل وتكون فيها ثقه كبيره ثقه كبيره لا نخلو المهندس يخدم وحده ونخلوا المؤسسه تنجز كما ينبغي والاخر عندنا الكونترا تاع الكونترا سويفي كونترول لازم يكون بالاخر بالكاي تشونتي هو شكون هو شكون جاسوس كاي تشونتي انا انا نتاسف يسمى... كي نشوف هذه اللجنه التقنيه اللي خرجت هذه لماذا هذا اللجنه ما, ما عندهاش يسمى دا دارت الدور تاعها اونامون سي تي سي مضاب واش كان يقول الاخ دارت لازم عليها اللابوراتوار دار لازم عليه الكني... الكنيري الاخر وين المواد البناء لازم الاخر تشوف وتعاود والسي جي اس تاع الزنزان لازم عليهم هذو واش راح الموش نقولوا نقولوا لازم يكون الناس عندها ضمير والضمير يكون ماهوش ماهوش مرمي من نعم من الطرف انتم سي عبد الرحمن البلاجي جبتوا تكنولوجيا من كوريا الجنوبيه لمواجهه الزلازل كيف تخصنا وتبسطنا هذه التقنيه هذه هذه التقنيه جبناها في 2014 كنت انا في زياره للولايات المتحده الامريكيه ومن التقنيه في الولايات المتحده الامريكيه ولكن تلمو السعر كان غالي شرينا بعد درنا ديرو صيبو في كوريا الجنوبيه في, في امريكا يدير 350 دولار للمتكاري في كوريا الجنوبيه يدير 170 دولار للمتكاري يعني النصف احنا شريناه من كوريا الجنوبيه وهذا التقنيه هذه راهي متعامل بها الان في كوريا الجنوبيه وين وين ينجزوا بها عمارات عموديه حتى ال 200 آه حتى ال 50 60 هذه آه. التقنيه هذه هي عباره عن, عن سيتان كوفراج اون الومنيوم بالالومنيوم سي دي بانو يعني عنده نفس المبدا تاع لو كوفراج ولكن هذا تتعامل اكثر باليد العامله اكثر من الـ اكثر من لي تاع <applause> في اللي أنو لي شونتي انه لانه يتكفر يتانستالا ومن بعد يديزانستالا باليد ويطلع مانيول يعني بالايادي عباره عن السقف ويطلع للأيتاج الموالي <applause> احنا لحقنا وانجزنا في 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 المشاريع كان عندنا مشروع في شلف للاسف العصابه هذه دارت لنا مشاكل كبيره وتكلمنا عليها من قبل كنا لحقنا وين كنا ان ايطاج في يومين وكي نقولوا لك كوفراج اونالومينيوم زيرو بريك يعني البريك مكاش مكاش <تكلم> مكاش بريك يعني باش تكون في الكوفراج تونال يعني لي فاساد الواجهات ينداروا بال بالبريك هذا الاحمر ولكن في الكوفراج ما مكاش بريك لافونتاج في هذا لو سيستم هذا سي اون كونستركسيون ال مونوليك يعني شغل حجره وحفرتها من الداخل يعني كي تتحرك تتحرك كامله

مش أست... ممكن يطرح سؤال مثل ما قال الدكتور بوداود في البدايه قال لك انه الجزائري المهم السكنه 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 قضيه سعر السكنات في الجزائر شوف احنا كي جبنا في 14 في, في 2014 كنا كان يتابعنا دكتور في الهندسه المدنيه الاستاذ ريشا اللي نحييه من هذا المنبر وين تبعنا مليح في التقنيه هذه السعر ما يعني بالك نجم نقول لك يكون اقل كلفه اقل كلفه من الـ من 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 التقنيات العاديه <applause> لانه في التقنيه هذه في الكفرة تنجم تاريتي لوكو يعني تنجم تحبس تعطي السعر لانه حسابات دقيقه مش كيما في التقنيات العاديه وين يكون لي بيرت بزاف يعني يكون <applause> الخساره بزاف البريك يتكسر تستعمل بزاف بالمسمار يعني بزاف اللي مده الانجاز مده الانجاز كنا نلحقوا عماره في 12 يوم 12 يوم 12 يوم <applause> كنا نديروا يومين في طاج بور ان سيرجو دو كوفراج كيما حنا دروك راه عندنا 10 تاع لي جو دو كوفراج وكانت عندنا متابعه من عند الكوريين ودرنا تكوين تاع العمال عندنا عمال الان عندهم عندهم شهادات تاهيليه من عند كوريا من عند المؤسسه الكوريه لانه انا حتى اليوم كنت منبهر بانه الانجاز في الصين قال راح نديروا مستشفى في 1000 سرير في مدة بين خمسة إلى عشرة أيام يكون عشرة أيام يعني مضمون يكون شغال لا احنا 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 قادر لو كانت تكون عندنا ديك الثقافه نعم وهذه ربما الصور التي يعرضها الزملاء الان هي لهذه المنشات في الصين التي تتم حاليا صار لهم فيروس الكورونا قال لك باش ما يسافروش وما يهاجروش هؤلاء المواطنين الصينيين الى ولايه مناطق اخرى او الى الخارج حتى ما يقولوش هذا الفيروس جابوا هذه ال... الم... هذا هذه الورشه الكبيره والعملاقه وهذه الجرافات التي لا عد لها ولا حصر لها باش ينفذوا هذا المشروع بصوره سريعه جدا وحتى ما تضطرش هذه السلطات ترحل هؤلاء المصابين او المشبوهين بالاصابه الى مناطق اخرى وحتى ما تحصل العدوى ويتم علاجهم محليا هنا ألف سرير سيتم إنجازها بهذا المستشفى العملاق وطبعا أنه مستشفى فيه خصوصية أنه يعالج العدوى ويعالج البكتيريا ويعالج الفيروسات اللي الخطيرة جدا يعني هو مش فقط مستشفى عادي وإنما مستشفى فيه خصائص إضافية في مدة من خمسة إلى عشر أيام ينجس المستشفى هذا اوريزونتال ماهوش اون فيرتيكال رايح لاخر أنا يهمني مستشفى في حد ذاته يبني حتى تحت الارض لا 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 احنا احنا كذلك تشوف 1000 1200 مسكن تاع الكونفور ولا تاع ديار السعاده تاع بويون ننتجو في في عام كانت اليد العامله الجزائريه كانت الاخر وكان الخلاص كان, كان يمشي تبع وكان يسمى تحب الاخر علاش يستحيلوا

هي واش تجيب جرافه ويوم من بعد تطيح هومبان ايوا شوف هنا ما كاش هومبان خلية النحل انا تشوف باسكو بايبني هو المستشفى هذا في 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 وقت قياسي انه راه را محضر له مقبل راه محضر كل كل المراحل وراه موجودين يعني باسكو كما قال الاستاذ هذا راه راه يعني لكن هذا شيء جديد يعني الفيروس هذا جديد, 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 جديد ماهوش يعني خطر معروف من قبل شوف كان كان الجسر بي الجسر ميو في فرنسا الدراسه اندات في 10 سنين والانجاز في ثلاث سنين حنا الانجاز إحنا الدراسه يقول لك في شهر عطيه هذا لا عطاك ثلاث شهور يدير لك 5000 وحده سكنيه تمدها في شهر في جمله ما الذي ينبغي ان نقوم به كجزائريين حتى ما تخلعناش هذه الاخبار الهزات الحمد لله راهي سلامات ونتمنى ان شاء الله سلامات في المرة الجايه لكن واش ينبغي في جمله انا واش ينبغي ينبغي كيما نقولوا قلناها وعاودناها ونزيدوا نعاودوها ونكرروها والاخر لازم الاخر كيفاش يقولوا معليش باي باي بأ عباره راحت الكلمه راحت <applause> لك معلش نروحوا للسي لبلاجي نرجعوا لك سي بودا تفضل انا واش نقول التكوين نركزوا على التكوين العمال اللي يدخلوا في البناء والنقطه الثانيه لازم نسترجعوا الثقه بين بين المواطن <applause> في السكن تاعو <applause> نشوفوا اجراءات باب بل رجعوا الثقه باب الانسان ما مي... مي... كي تكون زلزال يعني يكون صغير كيما هذا 4.9 ما يتقلقش في المكان تاعو لازم <applause> نعم. نرجعوا الثقه لقيتها سي بوداود؟ لا انا مش نقولها وقالها هذا هي معليش هي بالنيابه نشكرك نشكركم جزيل الشكر ضيوفي الكرام الدكتور عبد الحميد بوداود رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين وايضا سي عبد الرحمن دبلجي وهو متعامل في قطاع البناء والسكن والحمد لله انه اليوم سلامات في جيجل ان شاء الله في ان شاء الله. اذا ما كن سلامت. سلامت. أيوه. سلامت شكرا لكم ضيوفي الكرام سلامت. شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعه حلقة اليوم القاكم بخير سلام الله عليكم